نرجع للوراء حسب الكلام اللي كان يقول لنا هذا الراجل. ما هو معقول عدو هو رئيس موريتانيا حالا اللي حاكمها اليوم، ما هو منطقي باللي ذا السيد قعد لنا ديك الساعه في فرانس 24 قناه دوليه وقال لهم موريتانيا ما لاهي نحبس فيها حد بسبب رايه، اي حد اللي يبقي يقولوا في موريتانيا ما لي لا نحبس حد انا من رايه. اليوم انكرد الدكتور محمد فاي بسبب اش؟ بسبب انه قال فوكالات انتقد فيهم النظام. الا اللي ننتقدوا تلقائيا جامك فولاني محمد شيخ الله زواني. نحن لا نبقى نعرف العدو الحاكم موريتانيا، الا عاد مالي ما هو اللي حاكم موريتانيا تعرفونا بذلي رئيس موريتانيا الحقيقي ياك نشكون مشاكلنا بلي ما معقوله لنا نحن نعودوا. هو ذا السيد قعد نهار ذا وقال لهم انا اراني مطالب، اراني قال لهم مطالب اعلن الاسعار تنخفض حالا، لا بد من يخلق تخفيض الاسعار، ما خلق اي تخفيض. تصوروا رئيس دوله يقول للوزراء اراني امرت الوزراء واجتمعت معاهم وقلت لهم يخفضوا علينا الاسعار ولا يخلق اي تخفيض الاسعار، ما يخلق اي تخفيض. تعود مسرحيه ينقال لك شي كان 270 عود 265 شي كان ب 700 عود ب 690، اهضروا تخفيض، اهضروا مزيش للمواطن بلا معنى. نحن بلا رئيس يا الناس يا أمة محمد، عودوا عارفينكم أنتم ما عندكم رئيس. موريتانيا ما عندها رئيس. محمد شيخ لازواني ما هو الحاكم موريتانيا. محمد شيخ لازواني إنسان قاعد في القصر الرئاسي يصدد هك وهك، ما هو الحاكم موريتانيا. مستحيل بنادم وبيلي هو الشواهد والمنطق ودفر يقول ما هو رئيسنا، ما هو الرئيس اللي حاكمنا نهائيا. هو راجل يقعد يقول انا ما لا نحبس حتى لما ملت رايه. يقبل محمد فال دكتور يسجل لا فوكالات على واتساب ينتقد بهم النظام باسلوب زين وبطريقه زينه لانه انتقد، يجي مقفول عليه ينقاس باداره الامن ولا يعرف البلاصه كاع اللي فيها واش اللي ما منطق. هو رئيس مده قعد في قناه دوليه وقال ما لا نحبس حد بسبب رايه. هكذاك يجتمع مع الوزراء يقول مراني امرتكم انكم تخفضوا الاسعار للمواطنين، ما يخلق اي تخفيض للاسعار ولا يخلق سبه وتعود مسرحيه. نحن نبقوا نعرفوا رئيسنا منه، الى عاد رئيسنا والمرزوق تنقال لنا، والى عاد رئيسنا حنا والسيدي علمونا به، والى عاد رئيسنا والحوارثي علمونا به. نحن لازم نعرفوا رئيسنا بلي ونحن لازم نعرفوا الرئيس اللي انتم نشكونه بيني وهو القزواني قطعا الى شكينا له ولا كل شيء عدلناه. هذا ما هو مطرش اذا من هذا ما في القصر الرئاسي نهائيا وغايب عن الوعي وغايب عن كل شيء. ذي الدوله ما هو فيها محمد شيخ القزواني ما هو عالم دليل نعيشه نحن ولا عالم بارتفاع الاسعار ومضيب وراقد. لذلك نحن ما خالقه امه تقد تنقاد تقد تنقاد يعود قائد نعود ما عندنا قائد. يا ما خالقه السفينه لا تمشي في البحر ما عندها ربان. نحن موريتانيا ما عندها ربان سفينه. ما منطقي. نحن يا اخوتي يا الناس توما بلا رئيس، توما شبه فيكم بعد دار عبد العزيز سارق يقعد هوك وسارق قاعد رئيس. ها من هذا ما هو فم قاع لا ما هو والله يا اخوتي ما عندكم رئيس. الا فم موريتانيا ماشي وتوف، الا والمرزوق عنده زر يتحكم فيه، والحوارثي ماشي وهك في زره، والسيده حرام ومريم هما اللي ماشيه في زر، وكله يبحر هو ماشي هو في بحر وحده يسبح وتوف هو ضايب. لذلك نحن لابد ان يعود بنادم ما هو رئيس، يعود مات متحكم، قلعوا جيبوا لنا الرئيس، نعتوا لنا الرئيس اللي حاكمنا، نحن ندور نعرف رئيسنا، نحن تمينا نلحقوا من الاهانه ومن التعب ومن المعاناه، نعود ندور الرئيس اللي حاكمنا نعرفه، ولا ان قالنا رئيسكم فلان فقط، ما تينا ندور اي شيء ثاني؟ قولوا لنا اللي حاكمنا من هو؟ موريتانيا ما حاكمه القزواني؟ اكبر كذبه في التاريخ لان الرئيس هو القزواني، ما هو الرئيس؟ موريتانيا لا رئيس حنان، لا رئيس الحويرثي، قالوا قولوا لنا رئيسنا بطريقه بسيطه. الشعب يدور يعرف رئيسه؟ اللحم واعد، دلوير واعد، السكر واعد، مار واعد، قاعدين علينا من انتم كناس من خلاقه موريتانيا وزيره، افشل وزيره في التاريخ فر قاعده فهم، ورئيس كبير رئيس مده يقعد يقول مخفضوا الاسعار ما يخفض، عباك يقعد لنا في الحمله يقول لنا ماني لا يخلي اي مواطن على قارعه الطريق، عدنا نحن كاملين على قارعه الطريق، اللي هم اللي كانوا يسولوا فرنسا كانوا ما فايق كاع، قال لهم قارعه الطريق صعبه جدا، ما يكمل ذيك صعبه جدا نحن ما فهمناها، هذاك هو السيد الرئيس هذا القزواني نحن هو اللي نتفاهم على مساله انه يوضح لنا مصطلحاته. تمين تقول المصطلح اشرحوا لنا، بيلي انت قلت لنا ما نخلي حد على قارعه الطريق، خلينا فر. قلت لنا لا نعدل اقلاع اقتصادي ما قلعوا ما هو الاسعار، الا الاسعار ركبوا قاموا قاعدين السماء وعدنا قاعدين لا خرصوا المواطن لا يخرصوا توف ما راعي في سبه ما هو شايف شيء. الا الاسعار قامت مرتفعه اول جبرنا من الاقلاع الاقتصادي، عيداك انت اجتمع مع وزراءك باللي حاقرينك باللي ما مرقينك في شيء باللي ما معتبرينك رئيس تقول له مراني لابد من خفض الاسعار ويخلق تخفيض الاسعار ونقيم من امالي
لاقي تخفيض الاسعار قاموا الاسعار مرتفعه، حتى اللي جاوا نوتا يوخذوا بين اللي مخفضين في الاسعار يا ما تطبقت. قالوا ان السكر كان 270 انت معادله 260، ذا تخفيض، ذا تخفيض دار ماده تمشي من 270 شهر 260 ذا ضروري على شيء غير ملي. لا ملي اللي نقارنوه بذا اللي يخلق للناس اخرى مو طبيعي. انت نواب البرلمان كلهم زدتوا ب 150000، هذا القضاة بيلي دورتم تحبس بهم الناس زدت رواتبهم كلها 200000، المعلمين ما زدتهم، الاطباء ما زدتهم، الصنادره البسطاء ما زدتهم، ما ترسب الا ذوك اللي كانوا هذا عاد يخلصوا 1,500,000، وواحدين يخلصوا كذا زايد 400 و500، والمجلس الاعلى للشباب ما مقابل سبه كلها يقبض 600000 شهريا من حيواننا مالي، ونحن قاعدين مفقرين ونخرسوا عباد. ويصد عليك منافق تعيس من اصحاب القصون يقول لك جائحه كورونا، جائحه كورونا ما تعنينا، كي قال لكم محمد فات اللي نحبس اللي حبسوا نظام التعيس، نحن ما لنا من دول المصنعه، نحن هم اكثر دوله عليها تعود استفادت من جائحه كورونا، بلي نحن الحديد كنا نبيعه ب 70 دولار عدنا نبيعه بقريب من 200 دولار زياده 150%، اذا ما انعكس شيء على المواطن ما ارتفاع الاسعار. قولوا احنا قلنا اللي طلعنا هذاك توم ملي دي جائحه كورونا غير كدرت عليكم به شنو؟ انتم ما شريتوا جرعه من اللقاح، جميع اللقاحات اللي جات الموريتان مصدقه، لا صدقت الامارات وصدقت امريكا وصدقت فضلت الصين، لا ما شرينا، ما الدوله الوحيده في العالم اللي ما شرات جرعه من لقاح كورونا نحن، معناها نحن قاعدين ما نتاثروا كاع بجائحه كورونا بلي ما تعنينا؟ نحن جائحه كورونا ما تعنينا؟ بلي احنا 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 نحن هم اللي نستفادوا منها، نحن نعود الدوله الوحيده في العالم اللي قال موريتان عليه تشهد نهضه بسبب جائحه كورونا، بلي والحديد ارتفع ونحن ما سقلنا شيء، والناس لا تصدق ونحن لا ماشيين نسلف، ونحن كل يوم طلعت فيه الشمس نعيطوا البنك منه البنوك ويسلف لنا فضل، هذا ما ترى سبه. والتاليه من التاليات اللي نعود مدينتنا عاصمتنا الاقتصاديه نوادي بوجيه 32 مليمتر يعود الماء يطلع للناس في ديارهم. وزير المياه التعيس سابقها باسبوع واقف ورا شي من سيتيرنات يقول لما راهو بعد نحن مستعدين الى جات الامطار وجاهدين للشفط. انتم لا يشفطكم مولانا، انتم من روسكم الوزراء ومعاكم مولي القزواني، انتم هم اللي فاصلين نحن بتنشفطوا عنا ونستراحوا، بلي انتم ماكم شافطين شي اللي يشفط اعماركم ونستراحوا منكم، انتم ماكم قابلين سبه. يا خوتي نحن 2021 عاصمه اقتصاديه جاو 32 مليمتر تقري، انتم نوايبره كان جاتوا 100 مليمتر نموتوا، نفقدوا شعبنا كامل في نوايبو. ها منطقي يا خوتي، تقوى الله، تقوى الله في دولتكم في موريتان. انتم كلكم عود رئيس ووزير ولا يطير، انتم ما تطيروا من السنغال، ما تطيروا من المغرب، ما تطيروا من الجزائر، ما تطيروا من اثيوبيا، ما تطيروا من رواندا، ما تطيروا من اي شيء. لا يتعدلون، نحن نعودوا نحن الى يومنا هذا مازلنا نعانوا من نوع من المعاناه، جينا 32 ملم تقرق عاصمتنا الاقتصاديه. هاي قال المدينة الحرة معدة فيها سوق حر، إذا الفيافي يا أخوتي عالم مولانا، نحن بلا وزراء وبلا رئيس، بلا رئيس مولي عاقباك، نحن بلا رئيس وقولوا لنا رئيسنا منو؟ أنتم نحن قعدوا الحويرذي، لا أنتم نمشوا رسائلنا للحويرذي، نقولوا يا والحويرذي يا والحويرذي يا والحويرذي خفض لنا الأسعار. عقباك خارج مسألة لا بد من تعود واضحة هذا النظام إنه مو ماتوا ويقدوا يكموا الأفواه، فهمتوا؟ ذا الفضاء في الطالب عبد الودود وفي سيدي والكماش وفي الناس اللي تقول الحقائق. طالب عبد الودود ذا الكلام اللي قال محمد فايل اليوم قال هو شهر واحد من 2020 خرصوا بذوذ اللي يقول، معناها ايش؟ معناها انكم انتم ما تيتوا تقدوا تسكتوا الناس ولا تيتوا فهموا على ان الناس عاد واعيه لحقوقها والمساله ادرك ما ينكس قال لا لا شيء واضح، لا يتبنون موريتان، لا يتبنون لا يتم يتمشوا من لا يتم تنقال لكم حقيقتكم ولا لا يتحبسون، لا بد اصلا من توسعوا الاحباس، فهمتوا؟ لا تيجوا تعدلتوا ما قد تعدلتوا طرق. هذا الكلام حاله اللي قال فر في موريتان حاله يقولوا لي اللي قالوا للشيخ سيدي النارات راي دارك عاد معدل الحزب وراي قالوا محمد فال اليوم هاي كامل بعد قالوا طالب عبد الودود فر قالوا انتم فر قد سمعتوا قالوا في بذوذ مذبتين وين يوفى البث ندور ننشر لكم الكلام، معناه انكم انتم قدام مد عادت واعيه لحقوقها وانتم هذا ما انكم مقدرين ولا انكم فاهمينه وقابليننا الفيافي واللي القزواني قاعد ما هو رئيس ومعاه الحويرثي وما معروف رئيسنا منه، احنا ما نعرف الحاكمنا منه،
نحن قاعد يعني كارثه، تمينا نفتروا 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 نفتروا، ان ما تنعرفوا رئيسنا منه. نحن قلنا رئيسنا منه باللي هو ما هو معقول في الفتره ناس عاد ملي واعيه فهموا، الناس لا موريتانيا ماتت كان ماتت كي كان، فهمتوا؟ الناس عاد واعيه لحقوقها، فهمتوا؟ وانتوا لا تتساكت عنكم، ودكاترتكم انتم الموريتان والناس اللي كانت قال قاسم من كذا ما كانت قد تقولوا، راه بدت قد تقول بياش باللي قالنا، فهمتوا؟ وانتوا كي قلت لكم ذا اللي قال محمد فاليو وذا اللي قال سابقو والشيخ سيدي هاك يقول الطالب عبد اللدود الليل والنهار، ويقول سيدي ولك ماش نقول اوفر يقير بعد ذا كامل تخرصوا ذا اللي خالك حالا كامل في الفيسبوك من الوعي والناس طالب حقوقها سبب ولا طالب عبد اللدود. تقولوا لي تعال ريم المجنون ماشي يكذب على وحدي، فهمتوا؟ معنا ناس معنا الناس واعيه لحقوقها، وزير توالى منصب اللي يعود مسؤول عنه تنها من تمك ناس ما تحشني تهلك يسولوا تقول ما انا وزير رجعتي وزير خلقوا الوزاره وزير الاسعار لا يتم لا مرتفعه وانت وزير هذاك لين تسمعين قالك يا صدير عليه الباس لا بركه النبي تفسخوا والله تجي مده تفسخوا لو نستراحوا هي عاد الباس هو مشكله فما خليتش تقال ريحوها منه خليها تعود انسانه طبيعيه. نحن لا طالبين منكم تقولنا رئيسنا منهم لا والقزواني هاي لا عاد هو رئيسنا هاي كارثه يعود القزواني هو اللي حاكم موريتانيا اليوم هاي نقول لكم انه شبه فينا نخلاو باللي ذا بنادم المصطلحات اللي يقول يخلق عكس سوتوف وما يصح ها ما يصح في دوله في العالم. انت ما تقعد رئيس كبير بصقعتك ضاويه فوقك بروجيكتور قادي وتقعد في التلفزيون وتقول له ما انا بعد ماني لا ينحبس حد انا ملت رايه ولا يقول حد كلمه ما قبلت عليه والله نقصته ولا شيخ سيدي ونقصت هذا محمد فايل الدكتور انقفل عليه. ذا الشاب الاخر اللي كان في الطينطان انقفل عليه. ما يتكلم حد ما هو كرواس عليه، هو قاعد في التلفزيون وقال انا ماني حابس حد. قال لهم هم اللي خفضوا الاسعار، قامت الاسعار راقبه. قال لهم اقلاع اقتصادي، ما طلع ما هو التسعيره، ما طرى شيء. ما طرى سبه. ما طرى شيء، ما هو الاسعار ارتفعت. اللي هو اللي طعم قال لهم اقلاع اقتصادي اقلاع دلوير وقلاع مارو وقلاع اللحم وقلاع الحوت ذا كامل قام واعد السماء وتو هو راقد فمي وني يدين يجيبوه يجيب ماسر السير راقد قال طالب عدو لكي نعجل فترانا ما طالب ماسر السير مخلوق مولانا لعتوات فكتروا عليه وتعدلوا مو عالم به راقد نقصوا صعوا من القصر وقبضوا لنا واحد اخر والعدو عادوا مالي ولا عالم به اي قاع كارثه قاع اي كارثه لا ما يصح يا خويا نخلق في موريتانيا اليوم ما يصح مو طبيعي توف ما يصح احنا ما نقدر نعود 2021 جينا 32 ملم عاصمتنا الاقتصاديه تغرق اذا كان جاتها 70 نعود نوايب وما في ردات اخبار ها ما يصح جماعه الخير ها ما يصح ولا تينا قابلين امال دولتنا ولا تينا ساكتين عنكم السكوت لا وراتكم ما هو خالد صراحة مسألة غريبة جدا. اليوم في نوادي في سيدي بابي طفيل عنده 4 سنوات جاء عضو كل قبله طبيب ودقوا بدقة ورتحم رحموا عليه كاملين. راهي قضية دور يسكت عنها. أمي المواطن موريتاني تم يحتقر نفسه يلين عاد الناس كاملة حاقرته. ما مرقوا حد في شيء. مواطن ينكتل بدم بارد كأنه ما ذم سبة يشير خلاقات ندار له دقة ما هي صالحة. ما هي اللي تندار له يمشي به مولانا وتسكت المردون قال لك الاطباء ما ينسمعوا اطبائنا ما يعدوا اطبائنا ليش من جزاره لا يكتلوا هذا يخلق في موريتان زايد عن اللزوم نحن ما بنعدوا ارواحنا لاحقين ذا من المهانه اللي عود كل حد كل طبيب يكتلنا ولا تنطح فيه شش ما يحقق معاه ولا يعيط له بلي يعيط له ما هو ما فهم حد محقق معاه هو رئيس الجمهوريه يقول شيوخ لك عكسه الوزير يقول يوقف ويقول لك احنا مستعدين للمياه تجي 32% يقرق هو وتقرق سيتيرنا ويبقى يذر من الماضي وتعود الناس مالي تكتل مالي اولاد موريتانيا يكتلوا الشيخ لاقى عنده 4 سنوات يعدلوها الوزراء الاثنين يمشوا يوقفوا على قاج في التراب قبار سعدوا لا اللي وراهم يعصرهم فيه ويردمهم ويستراح منهم يا اخوتي نحن الخالق عندنا ما هو خالق في دوله من العالم انا راعي في دوله افريقيه انت شوفوا البلاد اللي جيتها
سابق سنة ما هي اليوم يبنوا جاردينات ويبنوا حدائق ويبنوا كذا وتشو إدارة وتجديد وطرق ودولة الشتقة العمدة موريتانيا ما ترى سبب موريتانيا نحن عايشين تقولنا نمشوا عكس عقارب الساعة. هذاك أحمد يحيى ملعب نوادي بوعد عليه حرب أهلية مع العمدة وقال هذا ملعب مواصفات عالمية وهذا ملعب لا سانتياغو برنابيو إلين 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 تلا يجدد وقام لعياط وخلق الضيق وعاد ما معروفه كان مسؤول عنه العمدة والله مسؤول عنه مسؤول عنه القاسم والله أحمد يحيى وأحمد يحيى يدخل في التلفزيون والملعب اللي هو التابع للاتحادية وهذا الملعب قاعد تبعوه شنو النانا توباك وهذا مقابل شنو ملعب وملعب ينجات 32 ملم الملعب قريب الملعب عاد بحر ين تقبلوا فيه هي شايت الصيد تأخذوا منه الحوت عاد بحر هو أحمد يحيى صاقع نحن هذا ملعب مواصفات عالمية ولا ينعدلوا فيه بطولة إفريقيا لظهر ملعب وملعب قاربه يقطع يمد قاربه تقطي ملعب 32 مليمتر قريب أحمد يحيى كان جفاف يعود حوته ولا كان القاسم لا يعود حوته لا يعود شي من الحوت يقعد يصطادهم هو مراقلنا في التلفزة الساعة ورقام وملعب ومواصفات عالمية ورانا مطالبين العمدة يخلي عنه كذا وخلي عنه الملعب ويخلي عنه بعده ما هو ملعب يعطوه لنانا توباك تم تديره وتعود مسؤولة عنه ما هو ملعب وجوالات يلين يجوه وطيح ولا تجي رشتين لا يقطروا لا رشتين يقطروا عليك الملعب جوالات يدوروا عدو شي من السمك لا يتحولوا شرش مياه بيت تلقائيا وما ملعب صورة منه تشين تشوفه يوجع قلبك ده ملعب مع النار ذا ملعب أرك مدة ملعب ذا كيفته أرى لكم عالم مولانا اللي أطعم ومواصفات عالمية قل ملعب يتي يسول عن تمويل وقال ما مولتونا الفيفا ودخل فيه رئيس الجمهورية ودار فالتو وقال انتو شي دخل فيه رئيس الجمهورية أرى منه خلقة وذلة والدندة عاد ملعب لا شي من الحوت عاد لا بحر يجاد 2 مليمتر غرق الملعب محمد ليحي قال قايد ثور الفيه بعدها كيكيب ناسيونال ما تعاد الباسين صالحين أما منتخب ليتم لا تندحون أما اللي مرة واحدة ما منتخب لعب ماتشات فري ينقلوا ويتم أحمد ليحي وقايد الثورة ما عرف الثورة اللي قاد شنو قبال شامبيونز ليغ وين عدل شنو ما فهموا ما أني فهموا منتخب ما ينتقل عدل ما ينزلوا ما شتو ما تشنو ما في باسين صالحين اللي أنا قبالهم دقاجوا في السماء وترجعوا نطاوطوا ونطيحوا وقاردين مرة تمرق فوق راس ودفانسير جي من تحته ونزل لفيافي هذاك نيوفا ماتش تقول أنا حزين والمنتخب ما يلعب قال لك المنتخب ضرو كان شو يسابق أحمد إحنا بدنا أحمد يحيى ذا قطع عنه ملكنا بويا قبي ما نقيس وكم دافريك وقبي ما تقيس بين الشان أنت اللي مقرر فينا شنو نحن ضرنا كنا نعدلوا تيكي تاكا والله كنا الجزائر والله لكن منتخب ينزل بلا ضرنا نخلاوقة نحن مادة ما تقيس عدل الباصين صالحين وجوالاتنا عادوا شي من الشهداء فهمت بني فم واحدين حضروا لازوت بدر وما زالوا لا ينزلوا وما زال مطالب منهم ينزلوا المنتخبات كاملة تعدل إحلال وتجديد ويجوا لاعبين جدد إلا نحن عندنا واحدين حاضرين شنو ما ترى قاع شنو الغزوات وما زالوا فهم لا ينزلوا مطالبين انهم يعدلوش وكورينتيان قاعد ماد وجهه وتو إين يوفا ماتش ونخلاه ونندبزه وننفضحه ونعودوا معنا مدة إن قال لك تقول كان عندكم منتخب سابق أحمد حباتي ظلمة فيكم أنتم وظلمة ذا أحمد ليحي وظلمة في المنتخب ينعود تعود شاكينكم ملكتونا نحن نعود تشريتونا بماتشات نزلتون في الشان شوينين بلاه ما تنفع ونعودوا إحنا نطالبوا أن نعود عودوا مدة ونعودوا نقلبوا إن قالوا ما تقدروا تسموه أنتم مكتومين سابق أحمد ليحي كنا هنا لحرك لكم شقيد لا تبيو نظرة ما كنا هون قاعدين ما نرواقين لما دولتنا ما منتخبنا ما نقدر نسموه قال لكم طالب عدل نزل فريق المناهل يا اخي والله طالب احنا ننزل مع فريق المناهل دول بطنا 6-0 لا ما هو نزل انا خرس ماتش معايا واحد هون انقول يجيني وجيرك جاني اللي قصر عمره وقت ماتش وقديت له ماتش في يوتيوب وتينا خرسوا عاد يقول يا منتخبكم نقول له يقول له ما له مقارب ما عدلوا باس نقول له صبر صبر نحن عقب 15 دقيقه يتحسن نزلنا 15 دقيقه الناس اللي يباسوا يباسوا وعندنا عبدول بايخ بطل فوق يرفد واحد ويطبزوا ويدز واحد ويجي راسه تحت ونخلاء وكورينتيان واقف هك وجات قال لي توما جات 30 مينيت ما عرفتوا عدلتوا باس قلت له صبر نحن نلقوا المفاجات في الشوط الثاني وجات الشوط الثاني ما خلق باس قاع لا باس ما خلق لا باس ما خلقت لا باس صالحه ما خلقت ندبزنا وتو قال لي انت يخلق لكم قلت له ندبزنا كيف كل مره لا تكلم توما اللي قلت له احنا كنا من يسابق احمد يحيى لا نقول ان احمد يحيى عدلت لنا مصيبه في حياتنا اللي عندنا المنتخب ما تينا نقدوا نسموه واليوم كامل يمرق لنا محمد لندح يقول لهم وأوغندا خسرت ونحن نقدوا لا نخسروا
وتعادلت تنزانيا ونحن نقدوا لا نتعادل ومنتخبنا يجمعنا ما هو جامعنا احنا قاعدين ما جامعنا شيء اللي فيرشي نحن جامعنا ومنتخب ما يقدم بالون وين تنتقدوا نقولوا على انه يجيبوا لاعبين جدد تقول انت تقول انه تعادلت تنزانيا وانتصرت اوغندا وقامت جيبوتي ريعين نسولناك عن تنزانيا والله جيبوتي والله الدول احصائياتك عرف بل منين لا يديرهم تم مدير منتخب يلين يخسر والله تخجفي قصارة العمر العجلان وننتقدوه لا تيمرق لنا واحد ويحل النفين سمعتوا بيتوا ماكم موريتانيا كثار منا ولا انكم زايديننا بسبة يلا عدت ناطق باسم فلورنتينو بيريز قال والله زي الدين زي ده عادي على ناطق باسم مبار الاتحادية الوطنية معكم لكن لا يخفوا يسكنوا في بلو فهمتوا ده ما هو منتخب وده ما هو نزل وحمل يحب ما هو مقرر فينا شيء وانت ولا ندح ما لك مقرر فينا شيء ده واضح ده فهمتوا ولا هاتي تقضون إحصائيات أهل الخلاء تعادلت تنزانيا ما نحن قلنا نحن نهضرنا مدة نحن نقدموا بلون نحن علينا ينقلبوا ننسحبوا نحن قد غلبنا بالنزل قد شفتوا باصين بين دلاهي وبسان قد شفتوا دلاهي مباصي لبسام قد شفتوا شجاع هجمة ياسين الشيخ الولي اللي نزال مسيكين ما قطوا عيطول حمية طنجي اللي عليه عود هو البديل الرسمي لبسام ويتم ينزل في بلو ما ينزلوه عبدول با من العصر الحجري ومدافع المنتخب الوطني ما يتغير ولين تسميهم قال تعادل تنزانيا وانقلبت أوغندا وتوف محمد لندح من الملعب ومنتخبنا يجمعنا ولا تسمو المنتخب المنتخب ما ينسمع إلى اندبز ما ينسمع وإلى خلق ما ينسمع وإلى معدل باص صالحة ما ينسمع نحن كافينا قائد الثورة والرجل العظيم واللي ما كيف الناس واني بعينيه ومحمد ليحيى محمد ليحيى قد سموه ظهركم كنتوا خالقين سابقوا ما لعدلكم ملعب نوايبه ما ينقال له ملعب نوايبه ينقال له الشاطئ نوايبه وين تجي انت والله محمد ليحيى وتوقفوا في ذاك تاني دور تحولوا شرشي من السمك سقير ينقال له يا بي تم مرة تنباعوا ب 400 في سوق الحوت مرة تنباعوا ب 500 بما هو ملعب ما هو تاني نهائيا لا تي تقول لنا عدل الملاعب وشيدوا الفيافي احنا طلعتونا صوركم دافريك جزاكم الله خير ملي ماكم طالعين نطلعين اولادنا لا تيتو تقروا فينا شي ذا المنتخب ندور انتم وننتقدوا هين كل شي يخلق فهمتوا لا هي انقلب لا انتم وننتقدوا وفو لا انكم قرين فينا شي ما في احمل ياحي قائد الثورة واحمل ياحي العدل جزاء الله خيرا وعيداك ملي شفت مسألة غريبة احمل ياحي واحد يرين النارات واخذوا له ملفات فيهم توهم فساد وش هذا لا يقول لك يقول لهم احمل ياحي مواخذين لي ملفات فتوهم فساد وش يقول لك طلعنا للشان وطلعنا للكان ورعينا قريب لينقسوا كأس العالم ولدينا طموح ولدينا أمل ولدينا كذا ولدينا كذا مشكلة احنا ما ولدينا قاع احنا نقدو نعطوا ياسر من الزمن ما طلعنا للكان ما كان يفينا ولا ياسر بلا فين دي مونت غير نعود ونبنوا بالون بنيان صالح نعود انت وننزلوا بالون نعود منتخب نباسوا كي الناس فرك اللي يباسي تقدر تنقطع من راسي بلا فين دي مونت ونتيروا على كان وننزلوا اي قال وصلت هو مشكله انك تنزل شوي قلت تعادل بيه ماتش وتقد تعدل بيه نزل قلت انت مشرف يا غير ما مستقبلا ما هو ما هو اللي ينبني عليه ينبني لا على شيء صالح لا شيء صالح الاساس السليم لكن العدل عدلنا المنتخب عدوا نقدموا بلا سليمه عدوا كي العالم فر نحن ننزلوا مع جيبوتي تعود جيبوتي كثار من استحواذ وزين من نزل في تيرين ونزل من التيري ونزل من فر ونحن قاعدين مع النسوي نقولوا من نزل موازين نقول لك المهم لا النتائج إلين ندبزوا نقول لهم احنا صار النتائج هم اللي ما ريناها نقول لك احمد يحيى هو قائد الثورة احمد يحيى هو العدل الملعب احمد يحيى هو اللي طلعتهم للشان بين ما طلعنا للشان لا يتموا مقررينها فينا من الزمن كامل مقرر فينا كي انها من تمكناس لان تمكناس لا ينقولوا لهم انها درناها على الوزارة ما زادش ودرناها على الصيد ما زادش ودرناها على التجارة ما زادش ودرناها حتى وزارة الخارجية دارت عليها إنها مزات لها منصب واحد تعود وزيرة الدفاع تندار في بن حنن والسيدي تعود وزيرة الدفاع مية ما هي هو من كان ما طارش ديرة وزيرة الدفاع فقط متو وين تسميها وتقولنا ما زاد سبه قال لك يا دايره لي الباس مقيبه تفسخ والله جمدت تفسخ ولا كانت زينش ورانا ما لازمنا مطالبين بالسؤال احنا نكون عارف ذا اللي حاكمنا منه ورئيس موريتان منه وذا اللي قود الدولة منه
وراني مسلم عليكم كاملين ومشكورين حتى، وراني ملي مشرف حتى 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 بمتابعة الطالب عبد الودود، متابعتكم قاع كاملين غير دكتور عنده شي خاص. واخير بكم كاملين ومرحبا وني نتوف خوب عقد يندبز المنتخب 6 ولا 7 لا تكلموا به اللي حمل يحيى هو قائد الثورة ولين هم اللي يوفا كامل تو تكلموا درجة بكم حمل لندح ذاك إحصائيات من ملاوي ومقديشو نقول لكم ان المنتخبات متعادلت وندبزت وان نحن لا كيفو احنا قاع ما نبقوا قاع نحقوا نقطة كان نبقوا تم ننزلوا برا كي العالم لا نباس وننزلوا العدو مادي الله يحفظنا يحفظكم ودعناكم مولانا ورانا نكون عارفوا رئيسنا منهم مني من قزوان قلنا العتمانك الرئيس قلنا الرئيس منهم.